بقول لك يا رجب، كان نفسي اتكلم معاك شويه. لو ينفع يعني تسيب الايباد، لو ده ما يضايقكش سيب. شكرا، كتر خيرك. انت زعلان؟ لا يعني مفيش اي حاجه مضايقاك خالص كده تقول لي عليها؟ اصلا نفسي اتكلم معاك، يعني عارف، عايز افضفض كده، اسالك وتجاوبني وناخد وندي زي الصحاب. يعني انا نفسي نبقى صحاب يا راجل. نفسي ما تبقاش بس ابني، تبقى صاحبي حبيبي. انا بجد اسف على اللي حصل لك، معلش. واضح ان انت مش عايز تتكلم معايا. مفيش مشكلة، انا مش زعلان، والله العظيم ما زعلان، راحتك خالص. وقت يا حبيبي ما تحس ان انت قادر تتكلم معايا، انا هبقى اسعد انسان في الدنيا. ازاي بتحبني ومش بتحب ماما؟ وعلى طول بتزعلها. مش ماما دي هي اللي جابتني؟ ازاي بتحبني ومش بتحب اخواتي؟ هما ليه في مدرسة وازاي اللي انا فيها؟ انت عمرك ما قلت لي اني بحبك، ولا حتى حسستني بكده. ببعد عنك عشان عقابك وزيعك ليا. انا على طول خايف منك. انا اسف، ما تزعلش مني، انا غلطان، انا ما هقولك. عارف انا كنت بفهمك ان انا فاهم كل حاجه، بس انا طلعت مش فاهم حاجه، انا بتعلم، عايز اتعلم. بص، اي حاجه في حياتي مش عاجبك شاور عليها، قول لي دي يا بابا مش عاجبك، غيرها على طول. انا ما عنديش اغلب، ما عنديش غير سامحني.